غير عامل التسويق والماركتينج، ازاي ندعمهم او ايه الحاجات اللي ندعمها بيها علشان تنافس السوق الاجنبي؟ كحكومة ولا كقطاع خاص؟ لا الحكومة قطاع خدمة؟ خاص، حكومة، الاثنين. طيب بالنسبة للحكومة، طبعا الحكومة من أهم القوات اللي هي بتدعمها هو موضوع الطاقة، موضوع التمويل. موضوع التمويل احنا لاحظنا في الفترة الأخيرة ان كان التمويل للمصانع بيتخطى ال 22%، فده بيبقاش بيشكل كان في عبء. دعم من الحكومة. كان في دعم 11% وبعد كده شال الدعم، فاحنا بنطالب ان يكون في دعم تاني للمصانع وخاصة صناعات معينة، لان احنا لما حتى كنا قاعدين في بعض يعني المشاورات مع الحكومة بشكل خاص، وهم مقتنعين جدا ان احنا من الصعب ان احنا نكون متميزين في كل الصناعات. احنا لازم نحدد يعني سي مثلا وليكن 10 صناعات 15 صناعة قطاع معين قطاع أو معين احنا صناعة قادرين. محددة. احنا عندنا الرو ماتريال، عندنا المواد الخام، عندنا النو هاو بتاعته، عندنا اللوجيستيك الخاص بيه، فنقدر نكون متميزين فيه. ويكون المصانع دي يكون عندها بعض من العفاءات الجمركيه، يكون عندها تسهيلات في البنوك والتمويل بشكل كبير، بالاضافه للتعليم الفني. وده كان اخر مؤتمر للصناعه بحضور رئيس السيسي في المؤتمر، ان احنا علينا ان احنا اعاده تاهيل العامل المصري فنيا بشكل كبير جدا. فاحنا لو احنا قدرنا نركز على العامل وفنياته، قدرنا نركز على التمويل وهو الكاش فلو او التدفقات النقديه، بالاضافه للدعم من الجمارك والضرايب بشكل عام، فده اعتقد اهم 3 عناصر الحكومه تقدر تدعم بيهم القطاع الخاص. القطاع الخاص بقى القطاع دوره الخاص ايه؟ القطاع الخاص عليه ان هو اعاده الاستثمار في المشاريع الخاصه بيه. لاحظنا ان كان في تباطؤ شويه، كان في عدم الاستثمار او اعاده الاستثمار. يعني مثلا انا عندي مصنع بكسب منه كويس، لا لازم اعمل خط انتاج تاني، لازم اعمل خط انتاج تالت، لازم يعني ازود الموزعين عندي، لازم اعمل ماركتنج بشكل افضل، لازم افتح اسواق جديده. فاحنا كنا شايفين ان كان في نوع شويه من التباطؤ نتيجه عدم وضوح الرؤيه، لان في حاله من عدم اليقين في الاقتصاد بشكل عام على مستوى العالم وفقا للتغيرات الجيوسياسيه اللي بتحصل في المنطقه او خارج المنطقه. ففي حاله ترقب، بالاضافه ان حاله عدم اليقين دايما لما بتكون موجوده في الاقتصاد من اكثر القطاعات اللي بتاثر بيها هو القطاع الصناعي، لان دايما القطاع الصناعي بيحتاج استثمارات ضخمه ومحتاج كاش فلو ومحتاج فلوس تدفقات نقديه. فلما بيحصل اي اضطرابات جيوسياسيه في العالم بيكون في نوع من الانكماش داخل القطاع بشكل معين. فاحنا كان عندنا تفاهم ان دي مرحله وان شاء الله يعني هتعدي قريب. بعد ما المرحله دي بتعدي احنا نكون جاهزين ويكون عندنا البلان واضح، يكون عندنا المناطق الصناعيه والخريطه الصناعيه والاراضي الصناعيه الكافيه لاستيعاب المشاريع وخاصه في مواد البناء. باشمهندس، يعني امتى نوصل 100% يعني صناعات في القطاع العقاري عندنا، صناعات محليه؟ بص حضرتك، هو يعني احنا صعب نوصل 100% لان في بعض العناصر او في بعض المواد احنا ما نقدرش نصنعها لان احنا ما عندناش النو هاو بتاعتها او مش متميزين فيها. بس لكن نقدر يعني نتعلمها، ممكن نشارك فيها، ناخد ممكن الخبرات نساهم. من الخارج يعني. مش بيضهرنا بالساهل برضه، خصوصا في الهاي تكنولوجي. يعني خليني اقول لحضرتك ان في التشطيبات العاديه اوكي ممكن تاخديها مفيش في اي مشكله، لكن في الهاي تكنولوجي زي السيمي كوندكتور والحاجات زي الموبايل مثلا بس خاصه بالبيوت مثلا، دي صعب ان احنا نكتسبها منهم بسهوله. لكن احنا ممكن نشارك، ممكن ننقل جزء من المصانع عندنا، ممكن يكون في تبادل الخبرات ما بين المصانع المحليه وما بين المصانع العالميه في المجالات اللي هي خاصه بالالكتروميكانيكال بشكل عام. لكن احنا ممكن نوصل لمستويات متقدمه جدا تتخطى ال 80 و90%. لكن عشان نوصل للمرحله دي احنا لازم الاول نتارجت السوق في مصر والسوق خارج مصر، لان السوق خارج مصر هو اللي هيكبر الشركات المصريه. يعني انا كمصنع مصري بعمل مستلزمات لمواد البناء، فانا عشان اقدر اكبر داخل السوق المصري بشكل كويس واقدر احقق يعني نتائج ملموسه واقدر يكون عندي دخل بشكل كويس اقدر اصرف بيه ان انا اكبر المصنع وازود خطوط الانتاج واعمل مصانع تانية، فانا محتاج ان انا لازم اتوجه للتصدير من اللحظه الاولى. عشان اتوجه للتصدير انا لازم احافظ على الكواليتي عشان اقدر انافس بيها المنتجات الاجنبيه في السوق العالمي. صحيح. وفي نفس الوقت ان الدوله تدعمني وان احنا نحاول نخفض تكاليف الانتاج عشان يكون سعر المنتج المصري منافس للاسواق العالميه. وفي ميزه ان انخفاض العمله لما بيحصل بيكون مؤذي في بعض القطاعات وبيكون مفيد في بعض القطاعات.
فلما العملة بتنخفض ده بيكون عامل إيجابي للصناعة بشكل عام، لأن عملتك بتكون منخفضة لما بتيجي تصدريها بالدولار بتحقق لك عائد قوي جدا، وبتقدري يكون سعر المنتج النهائي أرخص من أي دولة تانية، فدي ميزة تنافسية للمنتجات المصرية وخاصة في الأسواق الأفريقية. بنتمنى الفترة اللي جاية يكون في نشاط أكبر لمكاتب التمثيل التجاري في الدول الأفريقية، يكون في اندماج ما بين الشركات المصرية. حاليا في جمعية رجال أعمال في مقترح احنا شغالين عليه، ان معظم الشركات المصرية بتتوجه لبعض الأسواق الخليجية، فيكون في زي دايما كل شهر راوند تيبل، معظم الشركات اللي بتطلع تتكلم مع بعض، تعمل ماركتنج مع بعض، تتناقشوا مع بعض، يحصل لوبي مصري بحيث ان يكون في تنظيم تواصل ويكون في تنظيم صحيح. ونحافظ على سمعة الشركات المصرية في الخارج، لان احنا لاحظنا ان ممكن زيادة إقبال الشركات المصرية على الخليج بشكل عام، ممكن إن بعض الشركات تطلع مش بنفس الكفاءة، مش بنفس يخلي ما فيش تنظيم يعني، فينقل صورة مش مش أفضل غير حاجة محببة. عن الشركات المصرية. بس خلينا أكد لك إن إحنا شفنا انبهار وخاصة من الدول الأفريقية ودول الخليج باللي حصل في مصر خلال آخر 5 سنين، لأن اللي حصل في مصر أنت غيرتي طريقة المعمار بشكل عام داخل صحيح مصر، صحيح. فانت خلقت مدن جيل رابع، قدرت تعملي بنيه بنية تحتيه قويه تحتية جدا، قوية بالاضافه ان انت غيرتي الكونسبت ديزاين للمجمعات السكنيه بشكل عام. فطبعا بقى في لما مساحات كبيرة بالظبط في كلاند الديزاين سكيب مختلفة، لاند والجزء ده سكيب صحيح بالكامل، صحيح فده شجع عدد كبير جدا من الشركات الخليجيه ان هي اللي حابه تندمج وهي اللي عندها رغبه مع الشركات المصرية، وخاصة في مواد البناء، إنها تنقل كمان تنقل مواد البناء، لأن صح. مواد البناء عندنا أرخص بكتير جدا من أي دولة تانية، لأن أنت عندك العملة منخفضة، فدي بتبقى ميزة تنافسية قوية جدا، بالإضافة إن أنت كان دايما الشكوى قبل كده إن لا إن الكواليتي الأجنبية أعلى من الكواليتي المصرية، لا ما عادش في الشكوى دي، بقى في ما بقتش بعض موجودة خالص، يعني بالعكس، يعني أنا مش عايز أقول لحضرتك إن في بعض المنتجات وفي بعض المواد البناء وخاصة في التشطيبات بشكل عام والديكورات، الكفاءة اللي بتطلع من المصانع المصرية تعادل نفس الكفاءة اللي بتطلع من المصانع الأجنبية.